يعد مسجد طينال أحد أجمل المساجد في لبنان اليوم، وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الأمير المملوكي سيف الدين طينال الذي شيده عام 1336 وسط بساتين الليمون بمنطقة باب الرمل في مدينة طرابلس. فبعد تحرير طرابلس من الاحتلال الصليبي عام 1289 على يد السلطان المملوكي سيف الدين قلاوون، بدأ المماليك في إحياء المعالم الإسلامية فيها، فأمر الأمير طينال ببناء مسجد على أنقاض كنيسة مهدمة، وحرص أن تكون هندسته مزيجا بين العمارة المملوكية البيزنطية والمغربية. يتألف مسجد طينال من باحة رخامية بجانبها أربع حجرات كانت تقام فيها مجالس قضاة طرابلس في عصر المماليك من المذاهب الأربعة الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. ويحتوي المسجد على قاعتين للصلاة، الأولى تعلوها قبة ضخمة فيها أربعة تيجان بيزنطية قائمة على أربعة أعمدة رخامية ضخمة. وتحتوي الثانية على محراب ومنبر خشبي وتعلوها قبة رئيسية. وبين قاعتي الصلاة باب يتميز بروعة زخارفه ونقوشه، ويشبه إلى حد بعيد أبواب مساجد القاهرة التي بنيت في عصر الدولة المملوكية. وفي الباحة الخارجية يوجد منبر حجري وبركة مربعة الشكل تستخدم للوضوء، ومساحة واسعة من العشب الأخضر لإقامة الصلاة في الهواء الطلق خلال فصل الصيف. أما مئذنة المسجد ففريدة من نوعها في العالم الإسلامي، إذ تحتوي على سلمين حجريين فوق بعضهما يفضي أحدهما إلى خارج الجامع والآخر إلى داخله. وما يثير الدهشة أيضا أن تصميمها الخارجي يشبه إلى حد كبير أبراج القلاع الدفاعية، ويعود ذلك إلى أن مسجد طينال كان حتى بدايات القرن الماضي بعيدا عن مركز مدينة طرابلس، ما جعل المماليك يدخلون عليه خصائص دفاعية وعسكرية عديدة أثناء تشييده. وهو ما يفسر وجود بوابات كثيرة كانت تؤمن المسجد ضد أي محاولة لاحتلاله أو مهاجمته من الصليبيين، إذ تحتوي جدرانه على ممرات سرية لتمكين القائمين عليه من عملة وحراس من الاختباء بداخلها والقيام بهجوم مباغت ضد أي عناصر دخيلة.